بداية طبعا احنا انطلقنا من مبدأ تحرك شعبي برلماني رياضي خاص، كون تركيبة الفريق هي تركيبة رياضية من نجوم كأس العالم ومن النجوم اللي حققوا بطولات وصولات وجولات أثناء حياتهم الكروية. ونعلم تماما أن رؤساء الاتحادات الخليجية يعلمون مدى ثقل هؤلاء اللاعبين ومدى محبة الشعب الكويتي والشعب الخليجي لهم. الهدف كان هو حشد أكبر عدد من الأصوات لتصويت ضد القرار الظالم للملف الكويتي أو الملف كرة القدم الكويتي. أمانة إحنا لم نتوقع أن نكون هناك ردة فعل إيجابية من إخواننا رؤساء الاتحادات حول الظلم الواقع الكويت. الكل كان متعاون، الكل كان متفائل، البعض حتى أبدى بعض النصح وبعض وعطانا يعني خارطة طريق لاستكمال هذا الضغط. بالعكس بعضهم تعهد من الإخوان بأن يتصل ويعمل اتصالات مع رؤساء اتحادات صديقة وبعض أصدقائهم الخاصين. نعم. وبعض يعني كان أمانة نوع من التفاؤل والتفاعل مع الوفد اللي رايح. احنا ركزنا على ان احنا بالكويت نأمل ونضع كل أمانينا وأمالنا على اخواننا أعضاء الاتحادات الخليجية بالتحرك بهذا الملف نحو إنهائه وعودة رياضة كرة القدم مرة أخرى. طيب، جلسة الجمعية العمومية للفيفا المرتقبة في 26 المقبل، هل حققت الجولة الحشد الرياضي المطلوب للتصويت يعني ضد قرار الإيقاف المجحف؟ وماذا عن يعني موقف الاتحادات الرياضية الأخرى عربيا وبالنسبة لي عالميا؟ احنا بالنسبة للحسم ان شاء الله يوم 26، وانا اقول حق اهل الكويت اذا وصل الملف الكويتي يوم 26 ولم تكن هناك أي عراقيل لسحب الملف وعدم عرضه يوم 26، فأقول حق الكويت احنا متفائلين إن شاء الله برفض تقرير المكتب التنفيذي بإيقاف الكويت. لكن احنا جل ما نخشى أن تكون هناك أيادي خفية تضع عراقيل وتضع العصا في الدولاب عدم عرض الملف يوم 26، وهذا كل ما نخشاه. لذلك احنا اليوم وضحنا هذا الموضوع للاخوان في الاتحادات الخليجيه ان لا تنطلي مثل هذه الخدعه ان يتحرك احد، وان والله قضيه الكويت هذه ممكن ان نرفع عنهم الايقاف لمده شهرين قبل عرضها على الجمعيه العموميه، وبالتالي حتى نتفاهم مع الكويتيين حول البعض النقاط مسار الخلاف. نعم. والقصد منها هو تفويت الفرصة يوم 26 على التصويت، احنا نحذر من هذا. طيب، يعني ملف تنظيم الكويت لكأس الخليجي يبقى مفتوحا حتى يونيو المقبل، هل نتوقع انفراجه خلال تلك المدة بعجالة؟ احنا الحين اساسا دورة الخليج ليست لها علاقة في الإيقاف. دورة الخليج بإمكانها أن تقام حتى وإن كان إيقاف. دورة الخليج تم رفضها أو تم تأجيلها لأن هناك من ادعى في الاتحاد الكويتي لكرة القدم أن الملاعب غير صالحة وأن استعدادات وتجهيزات غير مكتملة، ما لها علاقة حتى وإن استمر الإيقاف. دورة الخليج دورة ليست تحت إشراف الاتحاد الدولي، وبإمكاننا أن نقيمها وبإمكاننا أن تشارك فيها كل دول الخليج، فهذا ملف يختلف عن هذا الملف. رئيس الوفد ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة النائب عبد الله معيوف، شكرا جزيلا لك.